الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم علوم مشايخه وتلامذته وقرائه صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 50، كتاب الرقاق، يعني ما يرقق القلب. الرقاق هنا يعني الأشياء التي تؤدي إلى رقة القلب، ورقة القلب عكسها قسوة القلب، والقلب الرقيق أقرب إلى الله لأنه أقرب إلى العظة وأقرب إلى التعاظ والخشية. وفيه بابان، الباب الأول باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام مسلم في صحيحه الحديث 113 بعد 107 آلاف، قال حدثنا هداب بن خالد، قال حدثنا حماد بن سلمة حا، قال وحدثني زهير بن حرب، قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري حا، قال وحدثني محمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا المعتمر حا، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا جرير، كلهم عن سليمان التيمي حا، يعني تحول إسناد، كل دي تحولات إسناد، يعني كأنه سمعه من طريق ومن طريق آخر ومن طريق آخر ومن طريق آخر، لحد ما تجتمع هذه الطرق كلها عند إسناد واحد، فيقوم يميز بين طريق وطريق بقول حا، يعني تحول. وحدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين واللفظ له، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين. الله، هو النبي يعني شاف المستقبل؟ أيوه، لأن أهل الجنة الآن في الجنة يتنعمون، وأهل النار الآن في النار يتعذبون، وأهل الحساب الآن في الحساب يحاسبون، وأهل القبور الآن في القبور ينعمون أو يعذبون، وأهل الدنيا الآن في الدنيا يختبرون، فالكل في وقت واحد. كيف ذلك بتفاوت الأزمان؟ لأنك أنت في الأرض، الجنة في السماء السابعة، يعني كأن الجنة في مستقبل الأرض، يعني عشان توصل للجنة لازم تمر ملايين السنين. فهمت ازاي؟ طب لف رجلك، انك انت اختصرت هذه السنين وربنا اطلعك عليها، هتلاقي اهل الجنه في الجنه بيتعذب بيتنعم. فالنبي لم يرى مثال بل وراء الواقع. فهمت بقى؟ لم يرى مثال، لا، لان النبي لما خرج في الاسراء والمعراج عن دائره الزمان والمكان صار الزمان كله امامه خط واحد، ليس هناك ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، بل هو زمان واحد. بس الناس في هذه البقعة بتختبر، وهذه البقعة بتدفن، وفي هذه البقعة من الزمان بإيه بتسأل وتحاسب وتنصب الموازين، وفي هذه البقعة بتمر على الصراط، وفي هذه البقعة فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن كله تم لك أنت، لكن لكل مخلوق وجودات في هذه البقاع كلها، لك وجود أنت في عالم الدنيا، ولك وجود في عالم البرزخ، ولك وجود في عالم البعث والنشور، ولك وجود في الجنة أو النار. الوجودات كلها موجودة، علشان كده قالوا إيه؟ أمور يبديها ولا يبتديها، رفعت الأقلام وجفت الصحف، دخل الجنة وجد سيدنا بلال ماشي وراه، وشاف سيدنا عمر في قصر، وإحدى حور العين إيه قاعدة في الجنينة. مش ده حصل ولا ما حصلش؟
يبقى النبي خرج عن دائرة الزمان والمكان، فلما خرج عن دائرة الزمان والمكان وجد أن كل شيء إيه؟ تم، كل شيء تم. فهم؟ أنت دلوقتي اللي بتشوف نور النجم، أنت ترى ماضي النجم، النجم مش في المكان دلوقتي، أنت شايف النجم الآن في هذه الجهة. تعرف لو مشيت في هذه الجهة هتجد في الآخر مفيش نجم. ليه؟ لأن هذا النور أرسله النجم عندما كان في هذا المكان منذ عدة سنوات. فضل النور ده مسافر في الفضاء السحيق لحد ما وصل إلى عينك، فرأيت وأدركت أن النجم في هذا المكان. الآن النجم ليس في هذا المكان، هو أرسل النور فقط ثم تحرك. فهمت إزاي؟ وبالتالي أنت إذا نظرت إلى السماء أنت تنظر إلى ماضي السماء وليس إلى حاضرها. إذا أنت في ماضي الأكوان. فهمت إزاي؟ وعلشان كده الزمان ده لغز كبير من أشد الألغاز التي خلقها الله، لغز كبير الزمن. طب قول لي ايه هو الحاضر وايه الماضي والمستقبل؟ تقول لي الحاضر اللحظة اللي انا فيها، وانت بتقول اللحظة اللي انا فيها صار جزء منها ماضي وجزء منها انتهى وجزء منها بقى مستقبل. طب اين هذا الزمان؟ فهمت بقى ازاي؟ ففي كل لحظة انت تتحرك في زمان لا يثبت. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي الزمان مرتبط بالمكان الذي أنت فيه، إذا تغير المكان تغير الزمان. إذا رحت أنت في نجم تاني هتلاقي الزمان اختلف، يمكن تلاقي السنة 3 أيام، ويمكن تروح كوكب تاني تلاقي السنة 1000 يوم. فهمت بقى إزاي؟ وتلاقي الساعة 24 ساعة، وفي زمن تاني تلاقي الساعة لحظة. إذا كنت أنت في المنام ساعات شوف في المنام وأنت نايم إنك رحت وحجيت، وبعد ما حجيت رحت زرت ابنك اللي في امريكا، وبعد كده رجعت تاني روحت البيت لقيت زوجتك عيانه، خدتها وديتها للدكتور وعملت لها العمليه ومش عارف ايه. يعني شغلانه تاخد منك حياه واقعيه بتاع 3 شهور. فهمت ازاي؟ وبعدين انت شفتها كل ده وانت نائم. تعرف مده المنام في الحلم لما بيبتدوا يرسموا ايه الكهرباء بتاع المخ؟ بيقول لك عدة ثواني. يعني كل اللي انت شفته ده في الزمن الارضي عدة ثواني، وفي زمن المنام عدة شهور. شفت بقى ازاي؟ علشان كده الذي رآه النبي حق، رأى اهل الجنة كشفت له الجنة وفتحت له النار، فشاف النار وشاف الاهل كله تم خلاص. يعني احنا لو خرجنا من قيد هذا الزمان والمكان ممكن تجدنا مجتمعين في الجنة. فهمت ازاي؟ دي حقيقة. اهل الجنة هم اللي ماشيين على الارض دلوقتي بيوحدوا ربنا، هم دول اهل الجنة. تفتح النار اللي هي نار التنقية، في نار اسمها نار تنقية وترقية اللي هيدخلها وسط المؤمنين، وفي نار تانية اسمها نار الخلود، نار عذاب. المؤمن لما يدخل النار مش هيتعذب، ده هيتنقى. اللي بيتعذب ده الكافر، لكن المؤمن يدخل النار ما يتعذبش. عارف يحصل ايه؟ اول ما يدخل يتحرق ويموت، ويفضل بقى ميت منسي لحد ما ربنا يأذن انه يخرجه يحييه مرة اخرى ويدخله الجنة. فهمت؟ فده يخرج بدري شوية، وده يخرج بعد شهر، وده بعد شهرين، على حسب ايه التهمة بتاعته. في 10 سنين و15 سنة، وفي مؤبد. فهمت؟ المؤبد ده للكافر. فهمت بقى ازاي؟ الكافر بقى لا يموت فيها ولا يحيى، يفضل في النار على طول يتعذب يتعذب يتعذب، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير يذوقوا العذاب، ده للكفار. انما المؤمن اللي يدخل مش كده. فهمت يا استاذ؟ هيقول لك امتحشوا. الحديث يقول لك ان النار اهل النار لما يدخلوا يكونوا من اهل المعاصي، يعني من الموحدين، يقول لك يدخلوا النار يمتحشوا فيسيروا كالحمم، يعني زي ايه؟ زي الفحم. يعني معناه خلاص ماتوا وجفوا وخلصوا. طب التانيين لا، ده لا يموت فيها ولا يحيى، ده كلما نجد جلودهم بدلناهم جلودا ليذوقوا العذاب حياه باستمرار. يبقى النار بالنسبه للكافر لها هيئه، وبالنسبه للمؤمن لها هيئه. في جزء في النار يدخله المؤمنون،
والجزء ده هو ده اللي يفنى لما يخرج منه المؤمنين خالص، يبقى في جزء من النار يفنى. عشان كده ذهب من قال الى فناء النار يقصد هذا الجزء، اما نار الكفار فلا تفنى. الجزء ده اللي هو في سطح النار اعلى النار، هذا الجزء يفنى ثم ينبت فيه جرجير. جرجير ايوه، وردت الاحاديث كده، جرجير يعني نبات اخضر، سماه النبي جرجير، مش شرط الجرجير اللي بناكله يعني سماه النبي جرجير وخلاص، يعني نبات اخضر ينبت فيه، فهم؟ لانها خلاص خرج منها، مش في واحد هيخرج اخر من يخرج من النار، خلاص هتقعد النار تعمل ايه بقى؟ فقدت وظيفتها. لكن النار اللي فيها الكفار شغاله، فهمت ازاي؟ لا يموتون فيها ولا احد، فهمت بقى ازاي؟ يبقى اهل المعاصي من في الدنيا من المؤمنين هتلاقيهم في نار الترقيه ونار التنقيه الوقتي، فهمت ازاي؟ وبعدين بس في مسافه طويله جدا من حيث المسافه والطول بين نار الترقيه والجنه، فاذا ذهبت الى هذه المسافه قطعت مرحله من الزمان فدخلت الجنه وجدتهم فيها، لان على ما توصل يكونوا دخلوها، فهمت يا استاذ؟ وبالتالي الزمن لغز كبير. فانا طول عمري بقول للناس كده، بس الناس مش مصدقاني. هم حرين. انا بقول ان اهل الجنه الان في الجنه يتنعمون الان، مش لسه هنستنى، احنا اللي هنستنى، اهل الدنيا اللي بيستنوا. لكن ال 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 الكون اللي ربنا خلقه مش هو اهل الدنيا، الكون كله تم، فهمت ازاي؟ فاحنا قاعدين في كوكب صغير يعني لا يذكر بالنسبه لسعه الكون. اذا اخترقت انت هذه المسافات التي لا يدركها عقل، قد اخترقت الزمان كله، فصرت في المستقبل البعيد وانت الان في الماضي السحيق بالنسبه لاهل الجنه، فهمت بقى ازاي؟ زي ما قلت لك، انت ترى كل اللي بيرصدوه في طول الافلاك بالتلسكوبات بيرصدوا ماضي الكون. ليه؟ لان الضوء يمشي شهر سنه ضوئي او سنه ضوئيه او خمس سنين ضوئيات، يعني يفضل مسافر خمس سنين على ما يوصل لعين مين اللي قاعد بيرقد له في اللحظه دي. هو كان ساب المكان ده بقاله مده، فهمت ازاي؟ بقاله مده طويله جدا لا يعلمها الا الله، يعني هو في عالم اخر، فانت تدرك عالم غير موجود تغير. ففي كل لحظة أنت كذلك من هذا العالم، في كل لحظة أنت متغير، ففي الحقيقة أنت غير موجود، كل شيء هالك إلا وجهك. أنا مش عايز ألخبطكم، كفاية أنا اللي بتلخبط. فنقرأ الأحاديث، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: قمت على باب الجنه فاذا عامه من دخلها المساكين. الله، ده لا الجنه الناس دخلوها خلاص، لان النبي خرج عن دائره الزمان، ما بقاش في ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، فهمت بقى ازاي؟ فشاف الواقع ولم يرى المثال، راى الواقع ولم يرى المثال، فهمت؟ فاذا عامه من دخلها المساكين، واذا اصحاب الجد، الجد مين؟ اصحاب الغنى والحظوظ والمناصب في الدنيا، الجد والحظ والمنصب والجاه والمال، دي اسمه الجد. واذا اصحاب الجد محبوسون، عشان بيتحاسبوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الجنه لا اهل الفقراء فيها والمساكين دخلوا خلاص وكله خد، لكن لسه اهل الايه الغنى والاموال والمناصب واقفين بره بيتحاسبوا لسه. ليه؟ لأن لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن إيه؟ عن أربع، منها ماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ منها عمره؟ منها الفقير ما عندوش حاجة، هيتسأل على إيه؟ والله اديتني جنيه جبت بيه سندوتش كلته وخلص، خلاص يقول له ادخل، مفيش حاجة ده. فهمت إزاي؟ خلاص انتهى، ما عندوش حاجة، فهم؟ أو اديتني معزة وماتت، خلاص. فهمت؟ ما هو طبعا، ما هو الكلام ده كل دي التصفيات، ده بعد ما اخلص
يعني بعد ما تخلص كل الحاجات دي يبتدي يتسأل على النعم بقى. فهمت ازاي؟ النبي بيقول لك المرحله دي، المرحله دي هتلاقي ايه؟ الفقير دخل قبل اهل الحظ ب 500 سنه. 500 سنه بقى من زمن، من اي زمن سابها النبي؟ زمن المنطقه اللي هم فيها؟ ما ممكن تبقى 500 سنه هناك ب 500 مليون سنه ارضيه. ايه عرفنا؟ فهمت بقى ازاي؟ قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شاف هنا نار إيه؟ نار التنقية والترقية، لأنه بيكلم أمته، يعني بيحذر ان امته ان اكتر اللي هيدخل النار للترقيه والتنقيه من المعاصي هيبقى نساء اكتر من رجاله في امه النبي. فهمت ازاي؟ يبقى الستات هتدخل النار اكتر من الرجاله شويه. ليه؟ لانهم بيستخفوا امهم احيانا بالاحكام. فهمت ازاي؟ وغلبت عاطفتهم على عقلهم احيانا تجعلهم يرتكبون اشياء لا تليق. يبقى هذا الحديث بيحذر اولا من تحصيل الدنيا وعدم نفقتها في الله، والا هتتحبس تتسال تعال. ويحذر ايضا من تحصيل المناصب، الولايه خزي وندامه يوم القيامه الا من اخذها بحقه. تصور انت اللي هيمسك ولايه مصر هيتسال على 90 مليون، حلني بقى ما يتسال على 90 مليون بقى. الله يكون في عونه، ده مسكين. يعني اكتر واحد مسكين في مصر هو اللي يمسك مصر، اكتر واحد مسكين في امريكا هو اللي ماسك امريكا، اكتر واحد مسكين في اي بلد هو رئيس هذه البلد. دي حقيقه. ليه؟ لان مسؤوليته طويله جدا. ده انت بتبقى مسؤول عن اسره مكونه من زوجه وكم عيل، بتبقى حامل هم بس ربنا يسالك عليهم ولا لا. فهمت ازاي؟ فما بالك بقى سيدنا عمر كان يقول ايه؟ لو تعثرت بغله في العراق لسئل عن عمر وهو في المدينة. إحساس بالمسؤولية قوي. إحنا ما حصلناش بغلة في أيام سيدنا عمر. إحنا بنتعثر في أرض المقطم هنا ليل نهار، شارع 17 وكل شوارع المقطم. طول النهار قاعدين نتعثر. يعني يا ريتنا بغلة أيام سيدنا عمر. واخد بالك؟ كان وضب لنا الشوارع. لكن شوف إحنا الإحساس بالمسؤولية. يعني المسؤولين عن الطرق، اللي مسؤولين عن مثلا الاحياء، اللي مسؤولين عن تنظيف الشوارع للمسلمين، دي مسؤوليتهم كبيره. اي مسلم بيمشي يتأفف من هذه القاذورات هيسأل المسؤول عن النظافه. اي مسلم بيمشي يتعثر في مطب من هذه المطبات هيسأل المسؤول عن تسويه الطرق للمسلمين. فهمت ازاي؟ فشوف انت كام بقى واحد ماشي رايح جاي في اليوم على المطب ده. احسب بقى كالكوليتر وعد هيتسال. كل واحد اتأذى وهو ماشي بعربيته كده ازاي كده؟ قال يا ساتر يا رب، ودخل في قلبه ايه؟ حزن. هيجي ايه عشان ربنا يخرج الحزن من قلبه ده؟ يجيب المسؤول عن الطرق، تعالى هنا انت ليه حزنته؟ ويديله قلمين. فهمت ازاي؟ الناس لازم تعرف كده. محبوسين، ما هم محبوسين بتعملوا ايه؟ بيتسالوا يا سيدي عن مسؤوليتهم. كل واحد فيما اقامه الله، في دائره فيما اقامه الله. كلما اتسعت الدائره اتسع السؤال. كلما ضاقت الدائرة كلما قل السؤال. حتى يأتي إنسان ليس له أي سلطة إلا على نفسه، يوم يسأل عن جوارحه. شوف يسأل حتى عن جوارحه. لما أهلكتها؟ فهمت بقى إزاي؟ كلكم مسؤول وكلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عشان كده قال لك أصحاب الجد، الجد محبوسون. لو الناس عرفت كده تفر فرار المجزوم من الاسد من المناصب، وكلما اتى عندهم مال انفقوه على طول اول باول. ليه؟ لانه هيتسال فيه يوم القيامه، لكن لو انفقوا ما فيش حاجه يتسال عنها. فهمت بقى المساله؟ وعشان كده قال العلماء ان الفقراء افضل من الاغنياء، لانهم هيدخلوا قبل الاغنياء بايه؟ ب 500 سنه. العشره المبشرين بالجنه اخرهم دخولا الجنه مين؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف. الرسول صلى الله عليه وسلم حبسه ماله لان كان اكثرهم مالا، وهم 10 مبشرين بالجنه.
وعنه به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء واطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء. وعنه به قال وحدثناه اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الثقفي قال اخبرنا ايوب بهذا الاسناد. وعنه به قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا ابو الاشهر قال حدثنا ابو رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع في النار فذكر بمثل حديث ايوب. وعنه به قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن سعيد بن ابي عروبه انه سمع ابا رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر مثله. وعنه به قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعب عن ابي التياح قال كان لمطرف بن عبد الله امراتان فجاء من عندي احداهما فقالت الاخرى جئت من عند فلانه؟ فقال جئت من عند عمران بن حصين فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اقل ساكن الجنه النساء. عشان غيرانه يعني هو متجوز اثنين فهو داخل قال له جاي بقى من عند فلانه؟ قال لا لا يا ست ده انا كنت عند عمران بن حصين بناخد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي على فكره ان اكثر اهل الجنه النار النساء. الظاهر مغلباه ان اقل ساكن الجنه النساء. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن ابي التياح قال سمعت مطرفا يحدث انه كانت له امراتان بمعنى حديث معاذ. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم يعني كانوا ما بيأدب زوجته بيأدبها بحديث النبي يعني مش بالشتايم ناس مؤدبه ناس مؤدبه يعني. هو عايز يقول لزوجته اتبحبح معايا شويه اما قال لها حديث نبوي. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم ابو زرعه قال حدثنا ابن بكير قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك. وممكن تقول وفجاه نقمتك تنفع الاثنين فجاه نقمتك بفتح الفاء وسكون الجيم او فجاءه نقمتك الاثنين بمعنى واحد فجاه وفجاءه لغتان صحيحتان وفجاءه نقمتك وجميع سخطك. وهذا الحديث من نوادر صحيح مسلم لانه الحديث الوحيد اللي رواه الامام مسلم عن ابي زرعه الرازي وهو من كبار الحفاظ. ده الحديث الوحيد ابي زرعه الرازي ده اللي هو شيخ الامام مسلم هنا حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم ابو زرعه ابو زرعه الرازي ده كان من كبار الحفاظ وكان قرين للامام مسلم واخد بالك لم يروي عنه الا هذا الحديث ومات بعد الامام مسلم باربع سنوات بثلاث سنوات مات سنه 264 هجري. الإمام مسلم مات 261 هجري وأبو زرعة مات 264 هجري كويس. وده الحديث الوحيد الذي رواه الإمام مسلم عن أبي زرعة الرازي وهو من كبار حفاظ عصره رضي الله عنه. ما هم تعجبوا شوية إن هم جاب الحديث ده في الموضع ده يعني كان حقه كان يحطه في الأدعية لكن يبدو إن الترتيب جه كده النسخة الأصلية بتاعته جت. لكن على أي حال هذا الحديث ليس في باب النساء يعني والتحذير من النساء. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان ومعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. والنساء مطلقا والزوجات لأن الزوجات برضو كثير الطلبات وبتطول عشرتهن فلازم الإنسان يصبر عليهم يصبر عليهم فهمت إزاي ويقضي حوائجهم وإلا لأنك لو ما صبرتش عليهم هيتطلقوا والبيت هيتدهول وهتعيش في فتنه ولو صبرت عليهم ربنا هيكرمك وتصير فتنتهم اجر لك وعافيه. فهمت ازاي؟ فمش كل واحد بيختبر وينجح
دلوقتي الشباب بيفشلوا كتير، يتجوزوا سنتين وطلق. طب ليه يا ابني بتطلق؟ ما تصبر يا ابني. طب ما انت الطلاق برضه ما انت واقع في فتنه ثانيه، فتنه النساء الاجنبيات، ما كانت عندك واحده حلالك بدل ما تقعد تبص في الاجنبيات. فهمت ازاي؟ يعني الطلاق مش حل برضه، لكن الصبر هو الحل. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كده برضه اصبر عليها، ومره قومها، ومره كانك ما شفتش حاجه، ومره بالذوق، ومره كده بتكشيره، ومشي حالك. لكن ما تكسرهاش خالص وتخرب البيت. فهمت ازاي؟ ما ينفعش كده. يبقى فتنه النساء ده اختبار شديد. حتى الزوجه من النساء برضه الزوجه، علشان تحافظ على بيتك 20 30 40 سنه وتربي اولادك وتنتج اولاد محترمين، لابد ان تكون رحله الحياه دي رحله طويله فيها كثير من الصبر. فهمت ازاي؟ فدي برضه ثواب كبير عند اي انسان. هذا الكلام موجه للرجل وموجه للمراه ايضا. والمراه عليها ان تصبر برضه على زوجها، ان اعوج احيانا عليها انها تصبر وتحاول انها تقومه، وبالرواء وبالراحه، مش بمجرد ان هو عوج مره تطلب طلاقها على طول وبعد كده العيال تضيع. ما ينفعش. لازم نحاول ان احنا ايه نمشي، لانك انت لست كاملا وزوجتك لست كاملا، فلا بد ان تغضي عن نقصها، ولا بد منها هي ان تغضي ايضا عن نقصك، حتى تستمر الحياه وينتج بعد ذلك الاطفال والاولاد اللي ينمو في حضن الاب والام، حتى تكون ايه امه سليمه معافى في وجدانها. لان كل من تربى مشتت بين الام والاب بعد الطلاق بيعيش معطوب الوجدان. فهمت بقى ازاي؟ فعلشان كده فتنه كبيره، النساء فتنه كبيره. تقول لك ايه؟ لا احبك ولا اقدر على بعدك. فهمت؟ يعني تقدر على بعدهم ولا تستريح وهم معاك؟ هتعمل ايه؟ فتنه. فهمت ازاي؟ لا احبك ولا اقدر على بعدك يا سيدي. يبقى طالما المساله كده يبقى ايه؟ اصبر بقى. اصبر واحتسب. واخد بالك؟ وسدد خطاك. واستعن بالله ولا تعجز. فهمت ازاي؟ وسامح كتير، وادعي كتير، وقول يا رب، علشان تمشي الحياه. جيل ابائنا كان بهذه الطريقه، واباء ابائنا كده. الجيل اللي طالع اليومين دول ده جيل عجيب الشكل، مجرد ما يحصل خلاف بس كله ياخد هدومه ويرجع تاني وعايز يتطلق. ايه ده؟ ايه الطريقه الغريبه دي؟ جيل غريب ما عندوش النضج للحياه. الحياه دي عباره عن رحله طويله لا تخلو من مصاعب وعواصف. فمن كل ما تقابلك عاصفه وبتاع تهرب من الرحله، طب ما انت مش هتقطع مشوار رحلتك، ولابد ان تقطعه. فهمت ازاي؟ لابد انك تقطعه علشان تؤدي ما اقامك الله فيه. وبالتالي لازم نتعاون على البر والتقوى. مش كل بقى ما تتخانق معاك مراتك تقول ده انت فتنه ويديها على دماغك. طب ما انت بالنسبه لها فتنه بقى تديك على دماغك. المسألة مش كده. المسألة انك انت تصبر وهي تصبر. وتتحلى بالحكمة. فاهم؟ وانت عارف ان فتنة الدجال تقوم على ايه؟ على المال والنساء. والنساء الأجنبيات. فتنة الدجال أصله عايز يخلي الناس تقع في الزنا. فيقوم ايه؟ يزين لك كل الستات تانيين علشان تشوف كل الستات حلوين إلا مراتك. هي اللي وحشة. فهمت ازاي؟ دي المشكلة. والتعري والصور والافلام والاعلام وفي كل حته تبص تلاقي دي ليه؟ علشان يخليك تتبتر عن النعمه وتترك اللحم الطيب وتنظر للحم الخبيث. هي دي فتنه الدجال، خد بالك. وعنه به قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وسويد بن سعيد ومحمد بن عبد الاعلى جميعا عن المعتمر قال ابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان قال أبي حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. وتيجي تعكسها صحيح برضه، ولا فتنة أضر على النساء من الرجال. المعنى الثاني برضه صحيح، خد بالك. لكن النبي هنا ما قالش الباقي ليه؟ على سبيل الاكتفاء. في لغة العرب الفصيحة كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء ولا على النساء من الرجال. كأن الحديث كده،
طب وليه النبي اكتفى؟ اكتفى لان العرب بتفهم، لان في منطق وفي مفهوم، فهمت؟ ففهم الباقي بالمفهوم. فهمت بقى المساله؟ زي ما يقول مثلا تقيكم ايه، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم. طب والبرد؟ طب ما احنا البرد برضه بنحتاج سرابيل. قال لك على سبيل الاكتفاء، يعني سرابيل تقيكم الحر والبرد. طب ما لم يذكر البرد، قال لك على سبيل الاكتفاء. خلي عندك مخ افهم لغه العرب كده، ساعه يذكر الشيء ويترك ايه مقابله للاكتفاء للعلم به. فهمت بقى ازاي؟ هنا نفس الحكايه. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابو خالد الاحمر حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم حا قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي مسلمه قال سمعت ابا نضره يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا حلوه خضره، يعني ربنا مزين الدنيا في عيون الناس علشان يتحملوا ايه مشاكلها، فبرضه يديها شويه زينه كده فتبقى حلوه خضره. وخد بالك ان الشيء الحلو الخضر لا يدوم، لان الخضر لا يدوم، بعد شويه الاخضر يتحول الى يابس، وكانها خضرها دليل فنائها. شفت برضه تشبيه النبي ومهم، علشان بيقول لك ان هي مش هتدوم، هي حلوه خضره في عينك دلوقتي، بعد لحظه هتلاقيها مش حلوه ولا خضره ولا حلوه ولا حلوه ولا خضره، هتلاقيها مره ناشفه. فهمت ازاي؟ لان لا حلاوه تدوم ولا خضر يدوم. ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، يعني اتقوا ان تتنافسوا في الدنيا فتهلكوا انفسكم. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، والكلام يبقى موجه للنساء، واتقوا الرجال يعني المحرمين. فهمت ازاي؟ او اتقوا الرجال الحلائل فاحسنوا معاملتهم، وهكذا. يبقى كل واحد بياخدها الحكم على حسب هو، مش الدين دين ذكوري الكلام موجه للرجال والنساء بره، لا. ده النبي ذكر الرجال اكتفاء، لكن قال النساء شقائق الرجال في الاحكام، فيبقى لازم النساء كمان تفهم الكلام موجه ليهم. فهمت؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، والكلام للرجال للنساء يبقى ايه؟ فاتقوا الدنيا، فاتقين الدنيا واتقين الرجال. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، يعني في الشهوة، فانتشر الزنا وشاع بينهم. وفي حديث ابن بشار لينظر كيف تعملون. ونقف على الباب الثاني نقرأه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.